مرحبا، انا كوتش لينا، انا مدربه كيك بوكسينج ومعاي كوتش ليندا، واليوم رح نحكي عن لكمه الكبد. لكمه الكبد اللي هي بسموها بالانجليزي الليفر شوت، او في ناس بيحكوها كمان الشافل هوك او شافل بانش. هاي من اقوى الضربات اللي ممكن واحد يتعرض لها في لعبه الملاكمه او الكيك بوكسينج. واليوم عندي لكم ثلاث سيناريوهات او ثلاث مواقف ممكن انت تهيئ هذه اللكمة وتلبسها لخصمك. الطريقة الأولى راح تكون عبارة عن أوصل في الكومبو اللي أنا بلعب فيه، بغض النظر أنا شو بدي ألعب، المهم أوصل لهاي المرحلة، لهذا البوزيشن، هذا الموقف، أكون عاملة هروب على جهتي الشمال عشان أقدر ألبس اللكمة. طبعاً إذا مش عارفين وين موقع الكبد، الكبد موجود وين القفص الصدري؟ في الأسفل على الجهة اليمين تحته، فإحنا بدنا نضرب على القفص الصدري. وهي الضربة إذا بتعرض لها الخصم وتكون الضربة جامدة وإجت كتير يعني مسنترة كويس بالمكان، راح يقطع نفس الخصم وفي كتير خصوم بنسحبوا من المباراة بسبب هذه الضربة. طيب كيف بدي أوصل لهذه المرحلة؟ هلأ في عنا، راح أعطيكم أكمل مثال، طبعاً الأمثلة كتيرة، راح أعطيكم مثال. أدخل على الخصم تبعي جاب، بعدين بعمل سليب، بعدين بلبس اللكمة. اللكمة هاي هي الشافل هوك أو الشافل بونش، هي في مكان ما بين الهوك وبين الأبركات، هي زاويتها مش مستقيمة مثل هيك أفقية، ولا هي طالعة طلوع، هي في مكان في المنتصف. فرح ألعب جاب، بطلع سليب وبلبس الضربة. في شغلة ممكن أساويها، هلأ الخصم تبعي لما يكون عنده خبرة في اللعب، لما يشوفني عملت هيك هو أوتوماتيكياً رح يعرف إنه في إشي جاي من هذه الجهة، فهو رح يحط إيده. فأنا بدي أحاول أول شيء أكون سريع، ثانياً نقدر نعمل إشي زيادة بالجاب، بدل ما أضربها مباشرة على وجهه أضربها على أعلى راسه، يعني أخليه يرفع إيديه شوي للأعلى، هو لا شعورياً يعني رح يحاول إنه يتفادى الضربة أو يعمل لها بلوك، فرح يرفع إيديه للأعلى، وهون ساعتها أنا بقدر أدخل لأنه نرفع الكوع. الطريقة الثانية ممكن أعملها إني أدخل جاب كروس أو كروس لحال، يعني هي جاب كروس رح أعمل معها زي هروب عشان أنا أوصل لهذا البوزيشن وبلعب الهوك، أو بدخل كروس مع الهروب وبلبس اللكمة. في طريقة ثالثة كمان ممكن استخدمها، اني ادخل كروس جاب بعدين اعمل سليب واضرب اللكمة 1 2 3، وحاولوا يجيبوا الجاب فوق شوي عشان هي ترفع ايديها للاعلى واقدر انا ادخل في ضربتي. الطريقة الرابعة ممكن اعمل جاب كروس وكمان جاب، اوكي، بس بدي احاول اضغط في اللعب، يعني ما بلعبه من بعيد من هون لأنه ما رح يأثر على خصمي. طيب 1 2 3 وبعدين برمي اللكمة. السيناريو الثاني اللي إحنا ممكن نلبس هذه اللكمة في الخصم، إني ما أوحي له إني أنا بدي أضربها، أوكي؟ الطريقة الأولى كويسة، ممكن يكون فيها باور أكتر، فيها قوة أكتر في اللكمة، لكنها مكشوفة شوي. فأنا ممكن هلأ ألعب، شفتوا آخر واحد اللي هو جاب كروس جاب، ومن هون على طول ألبس هذا من غير ما أعمل سليب، فهو الخصم ما بيكون شايف، فأنا بلهيف بس بدك تضلك تتقدم للأمام عشان أنت تقرب من الخصم. أو ممكن أدخل عليها كروس وبعدين ألعب الضربة دايركت 1 2، أوكي. هلا ممكن في حالات الالتحام لما أكون أنا قريب من الخصم تبعي، ممكن ألعب أبر يمين هوك على الوجه عشان هي ترفع ايديها، وبعدين بلعب الشافل هوك على الجسم. So upper hook boom. او برضو بالالتحام احاول اوصل لوجه الخصم في الالتحام هون، وبعدين العب الهوك على الجسم. في كمان طريقة برضو، بدخل كروس بعدين هوك على الوجه بعدين هوك على الجسم 1 2. السيناريو الثالث اللي ممكن انا انحط فيه واقدر استخدم هذه اللكمه وهوبفلي اني اقدر يعني استعملها بطريقه فعاله،
في لحظة الهروب من لكمات الخصم، يعني على فرض في التحام بسيط هيك بيني وبين الخصم، إذا الخصم ضرب هوك يسار، لما أنزل من تحتها وأنا رايح لهناك بلعب الهوك على الجسم أو الشفل هوك أو الليفر شوت، أوكي؟ وان بنزل تحت وبلبسها. هاي هي تضرب، يعني ممكن على الأغلب ممكن تضرب راس المعدة، بس يعني إذا أنت كنت سريع وحالفك الحظ إنه الخصم مش كتير لافف ومبعد خصره اليمين عنك، ممكن تقدر تصيب فيها الكبد. الطريقة الثانية نفسها بس إنه مع الهروب من الستريت بانش، مثلا بلعب معها من هون أجيبها من تحت، بطلع برا إيدها وبجيبها على الخصر بهذا الشكل. سو عندنا موقفين، يا أما بنزل من تحت وبلبس من هون، يا أما بروح هروب. وهذا بس بدك تعمل حسابك إنه أنت تحاول تقرب شوي من الخصم عشان ما يصير شكلك هيك زي أغلب المبتدئين لما يلعبوا هذه الضربة بالذات يصير يلعبها هيك، يصير هيك شكله. طبعا هذا شيء خطأ كتير كبير وبنحاول نتفاداه يعني بأي طريقة. إذا شفت حالك صور حالك، إذا شفت حالك بيعملها هيك ما تلعبها بالفايت ابدا. anyway هذول كانوا الطرق اللي انا عندي اياهم بالنسبه للكمه الكبد. اذا عندكم طرق ثانيه او طرق انا ما حكيتها بليز اكتبوا لي اياها بالكومنت سكشن تحت، واذا عجبكم الفيديو بليز اعملوا لنا لايك وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، ونشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.